ما تفهمينا، انتي وصلتي مع فاطمه لحاجه عشان كده مجمعانا دلوقتي؟ اصبروا، هتعرفوا دلوقتي انا مجمعاكوا ليه. ما تقولي يا فايزه هو سر. ما تخلصي يا فايزه ما تتكلمي، وانا سايب اللي ورايا اللي قدام عشان اتفرج عليك وانت قاعده ساكته. انت بالذات يا فاروق لازم تحضر القعده دي. ليه بقى ان شاء الله؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. خير؟ اتكلمي يا فايزه، مش انت اللي مجمعانا؟ انا مجمعه اخواتك يا فاطمه علشان نتحاسب تاني؟ مش كنا خلصنا من الموال ده؟ مش الحساب ده، مش حساب ورث وفلوس، ده حساب تاني، حساب الغدر. هي اللي اتفقت معايا ان اتهم فاروق انه اداني الفلوس المصورة، قالت لي انها عايزه تشد ودنه عشان هيتجوز بنت صالح القط غصب عنها وعن الاصل الله يرحمه، واكدت لي انها مامنه كل حاجه. فاطمه الاصلي هي السبب في حبس اخوها. طب ليه؟ انا عملت لك ايه؟ اذيتك في ايه؟ ده شيرين لما قالت لي ان انت حبست ابوها قلت لها مستحيل، فاطمه اختي ما تعملش كده. انا كنت بعمل كده عشان مصلحتك. مصلحتي؟ ترميني في الحجز يوم فرحي وتقولي لي مصلحتي؟ ده أخوك اللي من لحمك ودمك تطلعيه مزور. عشان كده وقعتي بينه وبين إبراهيم ابني. هتقولي إيه يا فاطمة؟ هتقولي له إنك حبستيه علشان خاطر مصلحته زي ما سرقتيني عشان مصلحتي؟ هو أنت علشان يتجوز واحدة أنت مش راضية عنها تقومي تحبسيه؟ عملت فيها كده ليه؟ عشان انت بالذات ما كنتش هسمح انك تخرج عن طوعي. انت اخويا الوحيد، يعني عكازي، يعني لازم تبقى معايا مش ضدي. وعشان صالح فعلا طمعان فيك وما يهموش غير ان اسمي الاصلي يقع في الارض. ما كفايه بقى، كفايه بقى، على طول عامله ان انت اللي فاهمه في كل حاجه واحنا عمي من غيرك نتوه. انا ممكن اخد التسجيل ده واطلع على النيابه دلوقتي واجيب طهر وخليه يعترف واحبسك يا فاطمة. لو ده هيريحك احبسني، انا راضية. انا هنت عليك وحبستيني، بس انا ما عملش زيك. السنين دي عامل عليا دور الطيب والغلبان، وانت شريك عرفها باللي حصل لابويا. ايه اللي بتقوله ده يا رضا؟ كلام ما حصلش. كذاب. وانا اتاكدت من امينه، وصلت بيك القذاره انك عايز تدمر حياتي، تاخد فلوسي وفلوس ابويا. لو ايه بتحط ايدك في ايد عرفه، استغلت حقده وكرهه وغيرته مني عشان تجارتنا فوق في السماء، وهو تجارته اتخزب بيها الارض. مش حقيقي الكلام ده يا رضا. عرف اللي قال الكلام ده لبناته عشان يوقع بيني وبينهم، وهم صدقوه. وانا صدقته عشان انت يطلع منك كل ده. لا وايه؟ دهب بالملايين شايلهوله عشان لما يخرج يتمتع بيه. الدهب ده بتاعنا، ده من حقي، تعويض عن السنين اللي فاتت، حقي وحق ابويا. دهب ايه اللي من حقك يا رضا؟ وبعدين ما خلاص الدهب هو انت اللي سرقت الذهب من الخزنه يا رضا؟ على اساس ان انا اعرف ان في ذهب من اصله؟ بس ملحوقه يا جابر، الذهب ده لما هيظهر هيبقى بتاعنا من حقي. بس اوعى تفتكر ان انا هسيبك او هسيبكم، حقي مش هسيبه،
وصل رسالتي لعرفة. شريكك تهم جابر. أنا طلقت رانيا. أنا عارف إن أي كلام حوله دلوقتي ملوش أي لازمة. أنا غلطت. تعالي نفتح صفحة جديدة. إن مش هقدر. مش هقدر أنسالك الغلطة دي أبداً. أنا لما اتجوزتك كنت فاكرة إن ربنا بيعوضني عن جوزي اللي مات وساب لي ابني طفل صغير. كنت بقول لنفسي إن أنا محتاجة في حياتي راجل يحميني واتسند عليه وافتح له قلبي ويعوض أدهم عن حنان أبوه اللي اتحرم منه. بس للأسف لا قدرت تكون سند ليا ولا أب الأدهم. طيب خلينا نتكلم. طلقني يا مصطفى لو سمحت. راح فين؟ أنا آسف. ممكن ما تخلي شوية زعل صغيرين يهدوا البيت كله. شوية زعل صغيرين؟ شايف إن اللي حصل ده كان شوية زعل صغيرين؟ أنا بحبك يا فريدة. والله العظيم بحبك. أنا آسف. اللي أنت بتقوله ده مجرد كلام شكله حلو لما بيتقال. بس الحقيقة غير كده خالص. الحقيقة إنك زي ما قدرت تخون هتقدر تنسانا. رايحة فين؟ همشي. لا. أنا اللي همشي. البيت ده بيتك انت وسلمى وادهم. بس انا طالب منك طلب واحد قبل ما امشي. ممكن تفكري تاني؟ انا فكرت واخدت القرار خلاص.